بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا. صدق الله العلي العظيم. جعل الله عز وجل الاعتصام حلا لكل معضلة كبيرة تمر على أمتنا الإسلامية. وكان في الاعتصام حل لكل ما مر علينا من أزمات، عندما تكالب الأعداء في يوم أحد على رسول الله صلى الله عليه وآله، وفر من فر وثبت من ثبت، كان الاعتصام سلاحا أدى إلى هزيمة المشركين وأدى إلى انتصار المسلمين جميعا. وفي يوم الأحزاب، وما أدراك ما يوم الأحزاب، كان الاعتصام خلاصا للمسلمين مما أحيك ضدهم. فالاعتصام هو السبيل لنا جميعا للتغلب على الأزمات التي نعيشها، للتغلب على المحن التي تمر علينا، للتغلب على كل المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا وضد أمتنا وضد أبناء البحرين الشرفاء الذين أثبتوا على مر التاريخ منذ بزوغ فجر الإسلام وإلى يومنا هذا، وإن شاء الله إلى ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، أنهم مؤمنون، مقاومون، صامدون، ثابتون، لا يتنازلون عن مبادئهم ولا يتراجعون عن حقوقهم وعن مطالبهم المشروعة. اليوم في البحرين تتسع دائرة الاستهداف، دائرة الانتقام الطائفي، دائرة استهداف كل الشرفاء من أبناء الوطن الذين يطالبون بحقوقهم، سواء كانت حقوق دينية أو كانت حقوقا وطنية أو كانت حقوق إنسانية أو كانت أي نوع من أنواع الحقوق. الجميع مستهدف، لم تبقى وسيلة لم يقدم عليها هذا النظام الإجرامي، وبتغطية مباشرة وكبيرة من قوى استكبارية استعمارية معروفة في العالم، من الولايات المتحدة الأمريكية التي تتكفل بالغطاء السياسي لجميع تصرفات هذه السلطة الجائرة وجميع السلطات الدكتاتورية في العالم، إلى البريطانيين الذين يديرون الأمور على الأرض بخبرائهم، بإداراتهم، بتدخلهم، بقواتهم، بكل ما يملكون، ويقفون حجر عثرة أمام أي إدانة لسلطات آل خليفة وآل سعود في المحافل الدولية الحقوقية والإنسانية والسياسية وغيرها. سلاحنا نحن أيها الإخوة هو الاعتصام بالله سبحانه وتعالى. مارس آل خليفة القتل وأنتم تعرفون، وسقط من أبناء شعبنا فقط في هذه الثورة أكثر من 200 شهيد. مارس آل خليفة كل الاستهداف ومحاربة الناس في الأرزاق، وفصل من أبناء شعبنا قرابة 20,000 من وظائفهم، وهذا يعني 20,000 عائلة محرومة من لقمة عيشها ومحاربة في حياتها. اعتقل من أبناء شعبنا أكثر من 5,000 أو 7,000 في بداية مارس 2011،
ولا يزال يقبع في السجون أكثر من 4500 معتقل، معظمهم محكومون بأحكام قاسية طويلة تصل في بعضها إلى أكثر من 200 سنة. الجرحى بالمئات، حصار المناطق منذ بداية الثورة وإلى الآن مستمر، وقد لا نجد منطقة من المناطق لم يطالها هذا الحصار، وإن كان بعض المناطق تعرضت لحصار أكثر وأشد ومتعدد، لكن تقريبا معظم مناطق البحرين خاصة في المناسبات الوطنية والثورية كانت تحاصر جميعا. لم يتراجع النظام يوما ما، وكان الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى خلاصنا للوصول إلى ذلك. اليوم يقبع في سجون آل خليفة الظالمة آلاف الشرفاء، بينهم علماء أفاضل، كبار في السن وكبار في الفضل والمرتبة العلمية، وكبار في المكانة الاجتماعية عند أبناء شعبنا. 6 أمناء عامون لقوى سياسية في البلاد موجودون في السجن. 9 دائرة الاستهداف الطائفي لتشمل كل شيء في حياتنا، لا الشيخ الكبير ولا المرأة الكبيرة ولا النساء ولا الفتيات ولا الشباب ولا العلماء ولا النشطاء ولا حتى أولئك الذين ليس لهم علاقة بأي نشاط سياسي. الاستهداف يشمل الجميع، لذلك علاج هذا الاستهداف الطائفي، عندما نتحدث عن استهداف طائفي فإننا لا نتحدث فقط عن مذهب معين هو المستهدف، وإنما الجميع. اليوم المسموح له بالتحرك في وطننا سواء من أبناء الشيعة أو السنة هو من يحملون ولاء لهذه السلطة ويلتزمون بمقررات هذه السلطة، وكل من يختلف معهم حتى لو مجرد اختلاف رأي من شيعة أو سنة. أين علماء السنة؟ اليوم لا نرى إلا علماء الوهابيون المرتبطون بالسعودية بآل سعود مباشرة، هؤلاء الذين يسمح لهم بالتحرك داخل الوطن، ولا يسمح بالتحرك داخل الوطن أيضا لأولئك الذين إلا إلى أولئك الذين يضعون أيديهم في أيدي آل خليفة من أجل استهداف شعبنا. تستهدف طائفة الشيعة وتحارب في كل شيء، ويستهدف الاعتدال سواء كان شيعيا أو سنيا في البحرين، لا فرق. اليوم لا يوجد منطقة وسطى لدى آل خليفة بالنسبة إلى الشعب جميعا. نحن سلاحنا هو الاعتصام لنخرج من هذه الدائرة، ولا يوجد أيضا منطقة وسطى بالنسبة إلينا في البحرين وفي جهادنا. لم يبقى شيء لم يستهدف، ونحن جميعا مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عن الدفاع عن شعبنا وحقوقه ومطالبه. غدا جمعة الفداء، وكل قوى البحرين تقف صفا واحدا أمام هذه السلطة الجائرة المتغطرسة، تقف لتقول لهذه السلطة لا يمكن أن
تكون إذا لم يكن شعب البحرين هو الأساس، إذا لم يكن شعب البحرين هو صاحب السيادة في البلد وصاحب السلطات جميعا في البحرين، فلا وجود لأحد آخر. اليوم نحن أمام مفصل كبير، إما أن نكون أو لا نكون. لا يمكن البقاء في القرن 21 أمام سلطة قبلية متجذرة في التخلف وبعيدة كل البعد عن الديمقراطية وحتى عن الأعراف الإنسانية التي تسالم عليها العالم أجمع وكل دول العالم أجمع. لا يوجد في العالم كله أحد يسحب جنسية من مواطن، لا يوجد في العالم، كل العالم سلطة تستطيع أن تسحب جنسية مواطن من بلاده، لا يوجد. في البحرين ليس فقط سحب جنسية، يسحبون الجنسية ثم يأتون إلى هذا المواطن المقهور المغلوب المسحوب جنسيته ويهددونه بالتسفير أو تسوية أوضاعه عبر كفيل. الأجنبي اليوم لا يلتزم بالكفيل، عامل كان أو غير عام، والمواطن الذي تسحب منه جنسيته يحتاج إلى كفيل في البحرين ليعيش في بلاده، ليعيش في وطنه، ليعيش بين أهله. لا يوجد في أي دولة من العالم. قرابة 300 مواطن سحبت، أسقطت عنهم جنسياتهم لأسباب تافهة، لأسباب لا تستحق حبر الذي كتبت به هذه القرارات، لأسباب لا يقتنع بها العالم، كل العالم، لكن آل خليفة مصرون على ذلك. لذلك جمعة الفداء غدا مطلوب منا جميعا، لا سيما أبناء شعبنا في الداخل، المشاركة بكل فعالية في هذه الجمعة دفاعا عن ديننا، دفاعا عن قياداتنا، دفاعا عن علمائنا، دفاعا عن نواميسنا، دفاعا عن رمزنا الكبير الذي يمثل بالنسبة لجميع البحرينيين، لجميع البحرانيين، نقطة توافق ونقطة اتفاق، سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم. اليوم نحن مطالبون دفاعا عن ديننا وعن رموزنا وعن علمائنا بالوقوف صفا واحدا والاعتصام بحبل الله جميعا أمام هذا الاستهداف الطائفي البغيض. إذا لم يوقف هذا الاستهداف الطائفي فإن البحرين ستكون غير بحرين هذا اليوم. هذه رسالة وصلت إلى من يهمه الأمر ويجب أن تصل بكل دقة. البحرين لا تحتمل مزيدا من التأزيم، البحرين لا تحتمل محاربة طائفة تمثل أكثر من 85%، البحرين حتى لو كانت لا تملك سلاحا تدافع به عن نفسها فإنها تملك إرادات وقلوب كزبر الحديد ستقاوم كل استهداف طائفي ضد أبناء الشيعة أو ضد أبناء السنة أو ضد كل مواطن مقيم بسلام على هذا الوطن العزيز. آل خليفة دخلاء على هذه البلاد، ويا غريب كن أديب عندما يرفع عقيرتهم باستئصال أبناء البلد كما فعل أسيادهم من قبل في الهنود الحمر وفي غيرهم، فإننا نقول يا آل خليفة أيامكم أصبحت معدودة. إذا لم تعودوا إلى رشدكم، إذا لم
تعود إلى أبناء شعبنا. إذا لم تفعلوا الإرادة الشعبية فإن الناس مجبورون أن يأخذوا حقهم بأيديهم وأن يجعلوا من البحرين بلد ديمقراطي عزيز مسلم منتمي إلى محيطه ووطنه العربي والإسلامي، يرفض الطغاة من آل خليفة ومن آل سعود وغيرهم، ويرفض الاستعمار من البريطانيين ومن الأمريكيين وغيرهم، ويرفض أن تتدخل دول الجوار لتدعم سلطة جائرة ضد شعب أعزل. اليوم لنا وقفة كلام ونصح، لكن بعد اليوم انتهى كل شيء. نحن مستهدفون في كل شيء في هذا الوطن، ولن نخسر شيئا إضافيا إذا قررنا أن نحمل إرادتنا وندافع عنها وندافع عن وطننا وعن مقدسات وطننا وعن شعبنا وعن علمائنا ورموزنا. نحن اليوم أمام مفصل تاريخي مهم جدا. غدا هو يوم نصح أخير لآل خليفة، غدا هو يوم نصح أخير لآل خليفة. إما أن تعودوا إلى رشدكم وإلى ما على أقل تقدير توافقتم عليه في العام 2000، وإلا فإن شعبنا مجبور أن يطالب بحقه ويأخذ بحقوقه بيده وبنفسه. دعوة للمشاركة الفاعلة في جمعة الفداء، جمعة الدفاع عن المقدسات، جمعة الدفاع عن الرموز، جمعة الدفاع عن العلماء، جمعة الدفاع عن سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم، وجمعة الدفاع عن بلادنا ومناطقنا والحصار الظالم المفروض المتجسد اليوم على منطقة الدراز. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد.